هذه المنطقة الصينية أو شاينا تاون، هنا حيث يعيش أكثر من 100,000 أمريكي من أصول صينية، منطقة معروفة باكتظاظها السكاني، فالتجارة أبرز سماتها، ويقصدها كل من يعيش في نيويورك للتبضع أو التمتع بمعالمها. لكن في ظل تسارع الأخبار عن انتشار فيروس كورونا، تحولت المنطقة إلى شبه خالية من الزائرين والمتسوقين. أسكن هنا منذ 60 عاما ولم أرى المنطقة خالية بهذا الشكل، إنه لأمر مؤسف. السوق يعتبر فارغا فعلا بسبب تجنب المواطنين وتخوفهم من التواجد بأي تجمعات في الحي الصيني أو أي تجمع صيني في نيويورك. إنهم يتعاملون مع الصينيين بطريقة العصور الوسطى، وكأننا في مستعمرة معزولة. لقد أتينا إلى الحي الصيني ولم نفكر بأي نوع من المخاوف. هذا الركن يعد من أشهر الأماكن في نيويورك. نعم، تستطيع أن تقول إنه إذا كان لديك الخبرة اللازمة، لا يمكن لشيء أن يمنعك من القدوم إلى الحي أو يجعلك تخاف من شيء. ليس مستغرباً أن ترى سكان نيويورك يضعون هذه الأقنعة الطبية، فالمخاوف من انتشار فيروس كورونا وتداول أخبار عن وضع 9 أشخاص في الحجر الصحي بالولاية رفعت المخاوف إلى مستويات قياسية. أنا متفهمة تماماً لتخوف الناس هنا من العدوى، فهم عاشوا انتشار مرض السارس في عام 2003، ورغم أن لديهم المعرفة اللازمة للوقاية، لكنهم فقط خائفون من انتشاره مجدداً. يمثل الحي الصيني الذي يقع في جزيرة مانهاتن بنيويورك قوة ثقافية مهيمنة للمغتربين الصينيين، وموطنا للمتحف الصيني في الولايات المتحدة، ومقر العديد من المراكز التجارية. على امتداد شوارع هذا الحي تجد البضائع الصينية بخيسة الثمن والمأكولات الشعبية. الجميع يتحدث لغة المندرين هنا، وكأنك ذهبت برحلة إلى الصين ولكن خلال بضع دقائق. رؤساء الجالية الأمريكية الصينية عقدوا اجتماعاً في نيويورك نشدوا فيه سكان المدينة الأحجام على استغلال انتشار الفيروس لوصم الأمريكيين الصينيين. المخاوف تتزايد والأقنعة نفذت من معظم المتاجر الطبية، وتجد عبر الأنترنت أن سعرها وصل إلى أسعار خيالية أحياناً. هنا عبر موقع أمازون وصل سعر مجموعة من الأقنعة إلى أكثر من $1,000 أمريكي، فيما استبدل الباعة على الطرقات بضائعهم التقليدية بالأقنعة، فهي تباع بشكل جنوني، يقول هذا التاجر. المطاعم في الحي الصيني فقدت الكثير من زبائنها، وخلت متاجر هذه المنطقة التي تعتبر أحد أهم شريين اقتصاد نيويورك من الزبائن، وهو ما يضع المدينة برمتها التي تعتمد على التجارة والسياحة بشكل أساسي أمام تهديدات بتدهور اقتصادها، فيما جاءت قيود السفر الأمريكية الجديدة إلى مدينة أوهان الصينية موطن فيروس كورونا لتزيد المخاوف، وترتفع معها الأصوات المطالبة بفصل الشائعات عن الواقع. ولكن ماذا عنك؟ هل تشجع على ارتداء الأقنعة للحماية من الفيروسات؟ شاركنا برأيك.